اسعد الله صباحكم وعطر اوقاتكم بكل الخير وبكل انواع السعاده اللي في الدنيا كلها يا رب. توحشوني والله. قال باب انا بقول ايه، كل اسبوع نعمل حلقه وبعدين بقالها اسبوعين وبعدين بتسحب 3 اسابيع وشهر. على كل حال النهارده هنكمل دردشتنا، النهارده الحلقه 23 من دردشه الاشعه، والحلقه الثانيه من الدردشه في الليفر. والحلقه الثانيه من الدردشه في الليفر، الليفر خدنا فيه المره اللي فاتت الاناتومي، التراساوند اناتومي، سي تي، ام ار اي اناتومي. النهارده عندنا موضوع لا يقل اهميه عن الاناتومي، الا وهو التكنيكس بتاعه الليفر اكزامينيشن، التراساوند تكنيك في البروتوكول بتاعه، السي تي بروتوكول، والام ار اي بروتوكول. خلاص هنتكلم هو ده بس النهارده، وده موضوع مش سهل، ده موضوع في منتهى الاهميه. الالتراساوند مبدئيا يا جماعه، كلكم ما شاء الله عليكم في الالتراساوند، مش محتاجين نتكلم على الالتراساوند كتير، كلامنا هيكون معظمه على السي تي وعلى الام ار اي. لكن لو بدانا بالالتراساوند كتكنيك معروف، الحاجات اللي هي العامه، الادفانتج اوف الالتراساوند سيف ونون انفيزيف ودازنت يوز ايونايزنج راديشن وريكوايرز ليتل تو نو سبيشال بريبريشن وليس اكسبنسيف، الحاجات دي عارفينها كلها. الديس ادفانتج بتاعه الالتراساوند هي الاوبيزيتي والبيشنتس اللي عندهم الميتابوليك ديس اوردر زي الهيموكروماتوزس او الفاتي انفلتريشن، ده للاسف بيقلل الديتيلز بتاعه الليفر على حسب الديجري مثلا بتاعه الفاتي انفلتريشن. انتوا عارفين الديجري اوف فاتي انفلتريشن صح؟ ولا نخليها للفاتي ليفر لما نيجي، خليها للباثولوجي لما نيجي. لكن على كل حال هو الالترا ساوند في الحاجات اللي هي الميتابوليك ديس اوردرز خاصه السيفير ديجريز مش بيبقى كويس، مش بنشوف كويس. الحاجه الثانيه المشهوره جدا عن الالترا ساوند زي ما كلكم عارفين ان هو اوبريتور ديبندنت، يعني انا ممكن، انت ممكن تجيب لي، مش انت، انا يا سيدي، انا ممكن اجيب الصوره للجول بلادر فيها نورمال جول بلادر، وانت نفسك ممكن تجيب نفس الجول بلادر بتاعت نفس البيشنتس ولكن مليانه ستونز، وده دايما يقول لك ان هو اوبريتور ديبندنت. بالاضافه للاعداء التاريخيين للالترا ساوند اللي هم اليه البون والاير، دول بيخلونا ما نشوفش بالالترا ساوند كويس. بالنسبه للبروتوكول اوف ذا الترا ساوند، احنا دايما بنشتغل بالكيرفي لينير بروب، الكيرفي لينير بروب عشان الجود بنتريشن ونشوف الديب الاورجانز والديب ستراكشرز والديب اسبيكت اوف ذا ليفر، تمام. لكن يا جماعه احنا احيانا بنستخدم اللينير بروب في الليفر ديزيزز. امتى بتستخدموا اللينير بروب؟ بتستخدمه في حاجتين، اذا كان عندك suspicious of cirrhosis هتلاقي فيه irregular surface of the liver، نفس المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، هتلاقوا فيه irregular nodularity بالمنظر ده، ده مش هتشوفه ابدا غير باللينير بروب او بالسوبرفيشال بروب، ودي واحده من الشور ساينز اوف ليفر cirrhosis. يعني ده ممكن تكون نورمال تماما على اللينير اللي هو الكونفكس لينير بروب او الكونفكس بروب، لكن مش هتشوفوها ابدا الا على اللينير بروب بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، الريجولار مارجن اوف ذا ليفر سيرفيس اوف ذا ليفر مايكرو نودولاريتي، دي فيتشر اوف ايرلي ليفر سيروزس او ليفر سيروزس، تمام، مش هتشوفها غير باللينير بروب. الحاله الثانيه اللي بتستخدموا فيها اللينير بروب، ودي بالخبره الحقيقه، يعني احيانا بتكون الجول برادر سوبرفيشال لوكيتد، بتكون قاعده انتيرور للليفر، بتكون طالعه على السيرفيس اوف ذا ليفر. فلو بتشتغل انت بالكونفكس بروب بتعدي منك صح، يعني بتلاقي نفسك كده الايه حصل بنتريشن وراحت منك الجول برادر لانها فوق سوبرفيشال قوي، يعني ما بيجيبهاش مين، ما بيجيبهاش الكونفكس بروب. استخدم السوبرفيشال بروب هتلاقي الجول برادر في الـ في الـ في الحته دي واضحه بطريقه لا يمكن تتخيلوها، زي المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده، ده الجول برادر باي سوبرفيشال بروب، لانها اساسا سوبرفيشال لوكيتد، هي مش ديب، مش في الجول برادر فوسه، دي واحده من الاناتوميكال فاريانت اوف ذا لوكيشن اوف ذا جول برادر، انها بتكون لوكيتد سوبرفيشال ليفل، فما بيجيبهاش غير بقى مين، غير اللينير بروب. بالنسبه للبروتوكول اوف ذا الترا ساوند، هو الالترا ساوند لو بروتوكول، لو بروتوكول، انت عشان تشوف البروتوكول، عشان تشوف الليفر بالالترا ساوند وتغطي الليفر كله، تغطي الليفر كله، بتحتاج انك تعمل 16 ايمج، 16 فيو، بتعمل سجده الليفر على الليفت لوب، وسجده الليفر على الليفت بتاخد معاه الكوديت، وسجده الليفر بياخد معاه الاي بي سي، وسجده الليفر بتاخد معاه الجول برادر، وسجده الليفر بتقيس كميجرمنت لما تجيبه في نفس الايمج مع الكدني، مع الرايت كدني، وسجده الليفر تجيب معاه الدوم، وهكذا. كملوا انتوا عشان ما نضيعش وقت فيها كتير. ده اللي هو النورمال بروتوكول اوف ذا ليفر الترا ساوند، اللي بحيث لو انت غطيت الايمج اللي انا مديها لحضراتكم ال 16 ايمج ده، فانت كده غطيت كل الديتيلز اوف ذا ليفر.
طيب ده بس الايه الصور بس توريكم طريقه الفحص. انا زي ما قلت لحضراتكم مش هتكلم كتير في الالترا ساوند، خلاص مش محتاج ان انا هتكلم فيه. ده لما تشتغل على الباراساجيتال سكان بلين، وده ما تشتغل على الانتركوستال بلين، وده مهم انك بتخش ما بين الريبس عشان تشوف الليفر ديتيلز، ده واحد من الايمج المهمه جدا في الليفر سكاننج. سب كوستال سكان بلين والليفت لوب بتجيبها عن طريق الجاستريك بلين. بالنسبه للدوبلر بقى الترا ساوند، لازم يكون الاكويبمنت عندك بتاعه الليفر الترا ساوند لابد يكون فيها دوبلر، وجود دوبلر يعني، لان انت واحد من ما فيش حاجه اسمها نشتغل ليفر لوحده ودوبلر لوحده، هو كله حته واحده على بعض، حته واحده على بعضها. فبالنسبه للبورتال فين، البورتال فين داخل الى الليفر بيخش للليفر، مين اللي بيخش مع البورتال فين للليفر كمان بيخش مع الهيباتيك ارتري، يبقى دايما الهيباتيك ارتري والبورتال فين الاثنين داخلين مع بعض، صحيح كده؟ مين اللي طالع؟ اللي بيطلع من الليفر الهيباتيك فينز. فدايما اللي بيخش او اللي ان وان دايركشن بيكونوا بنفس اللون مع بعض، يبقى البورتال فين والهيباتيك ارتري على الكالر دوبلر بيكونوا بنفس اللون لان الاثنين ماشيين في نفس الدايركشن. يبقى لو لقيت واحد مش واحد، لو ماشي هنخليها واحد، لو اتقلب الدايركشن او بمعنى صح لو لقيتهم، لا لو لقيتهم بديفرنت كالرز او لقيت البورتال فين بكالر مختلف عن الهيباتيك ارتري، يبقى اذا مش داخلين مع بعض، يبقى واحد داخل وواحد طالع. وبما ان الارتري ما ينفعش يطلع، اللي بيرجع تاني هو الفين، يبقى انت لو شفت البورتال فين بلون مختلف عن لون الهيباتيك ارتري، يبقى معنى كده ان حصل ريفيرس اوف ذا فلو في البورتال فين، وده ما بيحصلش الا في حالات السيفير بورتال هايبرتنشن. يبقى ده واحد من الشور ساينز اوف بورتال هايبرتنشن اللي بيحصل ريفيرس اوف ذا فلو ان ذا بورتال فين. بنعرفه ازاي؟ بنعرفه على الكالر دوبلر، بيكون تشينج اوف ذا كالر، بيكون ديفرنت كالر بين وبين الهيباتيك ارتري، بيكون الهيباتيك ارتري مثلا احمر ويكون البورتال فين ازرق، معنى كده ان ده داخل وده راجع. او بتعرفوه على البالس الدوبلر، بتلاقوا الهيباتيك ارتري الفلو بتاعه فوق البيز لاين وبيكون البورتال فين الفلو بتاعه تحت البيز لاين. المفروض ما دام الاثنين في نفس الدايركشن يبقى لازم يكون الفلو على وان سايد من البيز لاين، يا فوق يا تحت. فلو لقيت واحد منهم فوق واحد منهم تحت، يبقى حصل ريفرس اوف ذا فلو في البورتال فين، وده زي ما قلنا ده شور ساين اوف بورتال هايبرتنشن. تمام كده؟ طيب نخش على مثلا ده منظر للهيباتيك فينز، الثلاثه هيباتيك فينز اللي هم بيكونوا طالعين من الليفر، ودي السيجمنتس اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، سيجمنت 2 و4 و8 و7. نفكر نفسنا سيجمنت 2 اللي هي مين؟ اللي هي يلا قولوها بقى، اللي هي سوبيرور لاترال سيجمنت اوف ذا ليفت لوب، وسيجمنت 4 دي اللي هي 4 ايه، لان احنا فوق، احنا ما قلنا ان احنا في الليفل اوف ذا هيباتيك فينز وار ان ذا ليفل اوف ذا سوبيرور سيجمنت اوف ذا ليفر. يبقى سيجمنت 4 هنا هي عباره عن سيجمنت 4 ايه اللي هي سوبيرور ميديال سيجمنت اوف ذا ليفت لوب، سيجمنت 8 اللي قلنا ما بين الميدل هيباتيك فين والرايت هيباتيك فين اللي هي سوبيرور انتيرور سيجمنت اوف ذا رايت لوب، وبعدين نخش على سيجمنت 7 الاخيره اللي هي بوستيرور للرايت هيباتيك فين اللي هي انفيرور بوستيرور سيجمنت اوف ذا رايت لوب. نيجي بقى للسي تي وحلاوه السي تي وحلاوه الام ار اي، بس نبدا بالسي تي الاول. بالنسبه للسي تي يا جماعه، اول حاجه بنعملها في السي تي، طب ناخد ايه الادفانتج اوف سي تي؟ رابيد اكوزيشن اوف ايمجز، ويلث اوف كلير اند سبيسيفيك انفورميشن، فيو اوف ا لارج بورشن اوف ذا بودي. نو اذر ايمجينج بروسيجر كومباينز ذيس ادفانتج انتو ا سنجل سيشن شوز ا رينج اوف فيري ديفرنت تيشو تايبس كليرلي. ماشي شكرا. الديس ادفانتج بتاعه السي تي معروفه ان هي ايونايزنج راديشن وهاي كوست اكيد اذا ما قارنا بالالترا ساوند. خش يا عم على المهم على السي تي تكنيك. طيب عندنا اربعه فيزز بنعملهم في السي تي اوف ذا ليفر. اول واحده هي بلين ستادي وذاوت انترافينوس كونتراست. تاني ايمج بناخد ارتيريال فيز ايمجينج وهنشرحها بالتفصيل، وبعدين بورتال فيز ايمجينج او بورتو فينوس فيز ايمجينج، وبعدين اخر واحده اللي هي ديليد فيز ايمجينج. خلاص كده؟ طيب نبدا بواحده واحده. بالنسبه للبلين ستادي، احنا ليه بنعمل بلين ستادي وذاوت انترافينوس كونتراست في حالات الليفر؟ لان حضراتكم في بعض التيومرز بيكون فيها كالسيفيكيشن، بيكون فيها ايه كالسيفيكيشن، او يكون فيها هيموريج، او يكون فيها فات. انا ما يهمنيش ده كله غير حاجتين، الكالسيفيكيشن والهيموريج. الكالسيفيكيشن لو فينت كالسيفيكيشن، ركزوا بقى، لو فينت كالسيفيكيشن ما بيطلعش غير في بلين سي تي. ليه؟ لان انت لو اديت انترافينوس كونتراست، الانهانسمنت بتاعه الليفر بعد ما بتدي كونتراست ممكن تكون اكبر من الدنست بتاعت الفينت كالسيفيكيشن، فراح منك الكالسيفيكيشن في البوست كونتراست ستادي انه هيكون اسود بالمقارنه مين للليفر بارينكلا.
الحاجه الثانيه الهيمورج، نفس الموضوع. الهيمورج بيطلع فين؟ في هايبر دنس. لو انت عندك تيومر وفي هيمورج على البرنسيتي بيكون فين؟ في هايبر دنس دنستي جوه التيومر. لما بتدي كونتراست الدنستي اوف ذا ليفر بعد ما بياخد الكونتراست بتتعدى الدنستي اوف ذا هيمورج اللي كان المفروض نشوفها على البلينسيتي فبتروح مننا. واحكي لك عشان كده لو احنا ما عملناش بلينسيتي وكان عندنا في هيموراجيك تيومر او كان في كالسيفيك تشينجز ان تيومر، ده ممكن يروح مننا تماما كدايجنوزس، وكان ممكن نخلص الدايجنوزس من البلينسيتي او على الاقل يساعدنا ان احنا نعمل ليميتيشن للديفرنشال دايجنوز. ايه الفنت كالسيفيكيشن اللي بيفيدونا؟ في الجماعه يعني احنا عندنا في مصر انديميك كانت البلهارسيا، الحمد لله خفت دلوقتي او تقريبا راحت. يعني اللي عايز اقوله ان في بعض الشعوب عندها بعض الديزيزز معروفه بيها بقى. من ضمن الشعوب الفلبينيين والجماعه بتوع جنوب شرق اسيا عندهم ديزيز اسمه كولونوركس ساينينسيس او بيسموه اورينتال كولانجيو هيباتايتس على ما انا متذكر. ده عباره عن ستونز، سمول ستونز بتبقى ماليه البيليري تري، ستونز ماليه البيليري تري جوه الليفر، وبتكون الستونز دي فينت اوبيك، ما بتكونش دنس قوي. الستونز دي يا جماعه اللي في البيليري تري دي ما بتظهرش الا على البلينسيتي. فلو جالك واحد فلبيني او واحد من الحته اللي هناك ديت وعنده ابدومينال بين وريكرنت فوميتنج وجوندس وحاجات من دي وعملت له سي تي بلينسيتي لقيت البيليري تري فيها ستونز، اعرف ان دي كولونوركس ساينينسز او اورينتال كولانجيو هيباتايتس، وهجيب لكم صوره منها حالا دلوقتي اللي هي دي. يبقى دي اورينتال كولانجيو هيباتايتس او كولونوركس ساينينسز، فدي مش هتشخص الا على البلين. في البوست كونتراست ستادي راحت منك مش هتشوفها. ليه؟ لان زي ما قلت لحضراتكم الدنس بتاعتها اقل من الدنس بتاعت الانهانسد ليفر في البوست كونتراست. يبقى ده اهميه ان احنا بنعمل بلين سي تي وذاوت انترفينوس كونتراست ادمنستريشن. طيب النقطه الثانيه قبل ما ندي انترفينوس كونتراست بيقول لك اتس امبورتنت تو اندرستاند ذات ذير از ا دوال بلاد سبلاي تو ذا ليفر. دي بقى يمكن اكتر حته مهمه في الليفر كله على بعضه، اللي هو ايه؟ الليفر بياخد البلاد سبلاي يا جماعه بتاعته زي ما انتم عارفين من حاجتين، من البورتال فين ومن الهيباتيك ارتري. فالبورتال فين يعتبر ارتري للليفر لانه بيجيب له بلاد، تمام كده؟ اي حاجه بتجيب لي بلاد هي ارتري، حتى لو سميتوها فين فهي بالنسبه لي ارتري، انا روحي متعلقه فيها. فما بالك ان البورتال فين ده يا جماعه بياخد او بيودي للليفر 80% من البلاد، يعني 80% من البلاد اللي داخل الليفر بيكون عن طريق البورتال فين، و20% من البلاد اللي داخل الليفر بيكون عن طريق الهيباتيك ارتري. ده مهم جدا جدا وهنمشي مع بعض واحده واحده عشان نعرف ايه مدى اهميته. طيب فبيقول لك النورمال بارينكما السبلايد، ما احنا قلنا دي خلاص، و20% بالهيباتيك ارتري. ذا ليفر تيومر deliver all liver tumors however get 100% of their blood supply from hepatic artery so when they enhance it will be enhanced in the arterial phase. يعني ايه؟ بص كل الليفر تيومرز هايبر فاسكولار، وكلمه هايبر فاسكولار معناها ان هي بتاخد الكونتراست بتاعتها او بتاخد البلاد سبلاي بتاعها من الهيباتيك ارتري برانشز. يبقى انت علشان تشوف الهايبر فاسكولار تيومر اللي جوه الليفر بتشوفها في الارتيريال فيز. ليه؟ لان زي ما قلت لحضراتكم بتاخد الكونتراست او البلاد بتاعها من مين؟ من الهيباتيك ارتري برانشز. يبقى انت لما توصل الكونتراست في الهيباتيك ارتري برانشز هتلاقي الهايبر فاسكولار تيومر قام واخدها على طول الاول، علشان كده احنا بنعمل ديتكشن للهايبر فاسكولار تيومر اوف ذا ليفر فين؟ في الارتيريال فيز. سهله دي؟ سهله خالص. كل الليفر تيومر هايبر فاسكولار الا شويه صغيرين مش هنقول عليهم دلوقتي، هنقولهم لما نيجي نتكلم على الباثولوجي، لكن لازم تحطوا في دماغكم ان تقريبا كل، طب ما نقولهم دلوقتي وانا يعني حد ماسك عليا زله، نقولهم دلوقتي الهيباتوسيرا كارسينوما هايبر فاسكولار تيومر وهو مالجننت، الفوكال نودولار هايبربريزيا هايبر فاسكولار تيومر وهي بناين، الليفر ادينوما هايبر فاسكولار تيومر وهي بناين، الميتاستاسز سبعه ميتاستاس بيكونوا هايبر فاسكولار والباقي بيكون هايبر فاسكولار. ولما نيجي نتكلم بقى بالديتيلز، المهم يعني الهايبر فاسكولار تيومر ديت بتاخد الكونتراست وبتاخد الانهانسمنت بتاعتها امتى؟ في الارتيريال فيز، وهنشرح بعد شويه ازاي تبان. اوكي بيقول لك ان ذا ارتيريال فيز هايبر فاسكولار تيومرز ويل انهانس عن طريق الهيباتيك ارتري وين نورمال ليفر بارينكما داز نوت ييت انهانسز بيكوز كونتراست از نوت ييت ان ذا بورتال فينس سيستم. ذيس هايبر فاسكولار تيومرز will be visible as hyperdense lesions in a relatively hypodense liver. ماشي مفهومه صح؟ لكن نعيد صياغه الجمله بالبتاع ده.
اعتبروا ده كده البورد دي اعتبروها هي الليفر وهو اسود. ما هو الليفر اسود صحيح ولا لا؟ الليفر اسود مش اسود؟ اسود. انا يا جماعه طب بصوا يعني ركزوا شويه بقى في الحته اللي جايه دي. هي دي الكلو كلو لايه؟ لفهم هايبر فاسكولار تيومر وهايبو فاسكولار تيومر وارتيريال فيز وبورتو فينس فيز. وخلينا نخلصها دلوقتي قبل ما اكمل بقيه السلايد. ده ليفر يا جماعه، ده الليفر. الليفر اصلا اسود يعني. الليفر احنا قلنا بياخد ايه؟ بياخد البلاط بتاعه 80% من البورتال فين و20% من الهيباتيك ارتري. حلو قوي، نركز مع بعض. طيب انا هجيب لكم اربع فناجين نجيب اربع فناجين. معلش خليكم معايا. ادي فنجان كويس كده. لما تحطوا الفناجين اللي عندي كلها اوكي. طيب ادي فنجان حلو كده. الاربع فناجين دول يا جماعه مليانين ايه؟ بينت، بويه. عايزين احنا نعمل بينتنج للليفر، عايزين نبيض ندهن الليفر. والاربعه دول مليانين ايه؟ بينتنج، وكافيين جدا ان هم يعملوا بينتنج لكل الليفر بارينكما اللي هو ايه؟ اللي هو قدام حضراتكم ده. احنا قلنا الارتري اللي هو الهيباتيك ارتري بيودي 25% نقول 25% مثلا من البلد عن طريق الهيباتيك ارتري اللي هو الاحمر ده، في حين البلد بيروح عن طريق دول بيمثلوا البورتال فين. يبقى البورتال فين في 3/4 البلد اللي رايح الليفر، والهيباتيك ارتري في ربع البلد اللي رايح الليفر. طيب انا مين اللي بيروح للليفر الاول؟ الهيباتيك ارتري. فالهيباتيك ارتري فيه كونتراست اما بايض الليفر كده. كميه الكونتراست اللي وصلت للليفر عن طريق الهيباتيك ارتري مش هتقدر تغطيه كله. ليه؟ لانه ربع الكميه بس اللي انت بايضت بيها. فعشان كده هتلاقي الليفر مبطش، بيسموه ايه؟ موتلد ابييرنس، اللي هي الصوره بتاعته دي. يبقى انت في الارتيريال فيز دائما هتلاقي الليفر موتلد مبقع كده، بطش بيضة كده. ليه؟ لان كميه الكونتراست اللي دخلت فيه عن طريق الهيباتيك ارتري بس، فمش كافي ان هو يعمل انهانسمنت لكل الليفر بارينكيما. امال انا عايز ابيض الحيطه، عايز ابيض الليفر. الليفر ده الطفايه يا عم، خليك في البتاع. يبقى انا استنى مين؟ استنى البورتال فين نجي له مين؟ يجي له البلد عن طريق الثلاثه دول اللي هم مليانين كونتراست، اللي جاي عن طريق مين؟ طفايه. يا عم استنى، على طريق البورتال فين. يبقى البورتال فين يقوم جايب البلد اللي فيه اللي هي الكونتراست، يقوم مكمل على الليفر كله. حلو. يبقى اذا الليفر اتبيض كله فين؟ في البورتال فيز، اللي هي الفيز اللي مليانه، اللي جايبه المين بالك اوف ذا كونتراست. وصلت الفكره؟ اوكي، خلينا لسه في الليفر. يبقى دلوقتي ده مين؟ ده الليفر. واللي جوه الليفر ده مين؟ ده ايه مثلا؟ ده التيومر، ادي التيومر في الليفر اهو. يبقى ده الليفر وده التيومر. ومين ده؟ ده الهيباتيك ارتري اللي جاب الكونتراست. الكونتراست اول ما بتخش في الليفر بتبطش في الليفر، لكن بتطلع جري على مين؟ على الهايبر فاسكولار تيومر. يبقى الهايبر فاسكولار تيومر ده بيطلع ابيض زي ما انتم شايفينه كده في الارتيريال فيز، لانه بياخد البلاد سبلاي بتاعته من مين؟ من ده، من الهيباتيك ارتري. يبقى اذا اي هايبر فاسكولار تيومر بيطلع كويس قوي، حلو قوي قوي، هايبر انهانسنج او انهانسنج او هايبر دنس. فين؟ في الارتيريال فيز، في الوقت اللي بيكون الباك جراوند اوف ذا ليفر بارينكما لسه سودا، لان لسه ما خدتش الانهانسمنت بتاعها، لان لسه بقيه الكونتراست في البورتال فين اللي هو لسه ما وصلش للليفر. تمام كده. يبقى ده الابييرنس اوف ذا هايبر فاسكولار تيومر اللي بتاخد الانهانسمنت بتاعها مين؟ من الهيباتيك ارتري. العكس بقى، انت عايز تشوف هايبو فاسكولار تيومر. ايه هايبو فاسكولار تيومر ده؟ هو التيومر اللي ما بيروحلوش بلاد اساسا من الهيباتيك ارتري. امال بيطلع ايه؟ بيطلع حاجه سودا وما بتبانش الا اذا الليفر كله بيض. فلو بيضنا الليفر كله في البورتال فيز، فالليفر هيبيض، فالبورتال فيز ديت اللي هي البلاد اللي جايه عن طريق البورتال فيز هيغطي كل الليفر. هيبقى الليفر ايه؟ هيبقى ابيض كده. مين اللي هيبقى اسود؟ الهايبوفاسكولار تيومر، مش هيجي لها بلاد. يبقى اذا الهايبوفاسكولار تيومر تطلع حلو قوي في البورتو فينس فيز، في الوقت لما يكون كل الليفر بارينكما انهانسنج وهايبر دنس، وهتكون الهايبوفاسكولار تيومر عباره عن فوكال ارياز اوف نون انهانسمنت، حتت سودا. يبقى اذا الهايبوفاسكولار تيومر او الهايبوفاسكولار ليشن بتطلع فين؟ في البورتو فينس فيز كحاجات سودا على باك جراوند بيضاء، في حين الهايبر فاسكولار تيومر بتطلع في الارتيريال فيز ان ذا فورم اوف حاجه بيضاء على باك جراوند اوف ليفر اسود. تمام كده. طيب نرجع بقى للايه؟ للكلام بتاعنا. يبقى مفهومه دي. يبقى ادي الايمج، ادي الليفر يا جماعه في الارتيريال فيز. ازاي عرفنا ان الارتيريال فيز؟ عرف دايما عينيكم على الاورتا، ده السباين بوستيرور، ده سي تي طبعا عشان البون ابيض. يبقى السباين بوستيرور والاورتا انتنس انهانسد، يبقى احنا كده في الارتيريال فيز. وده الليفر بارينكما زي ما حضراتكم شايفين اسود تماما، الا التيومر هنا ان ماركت انهانسنج تيومر. يبقى لما تشوفوا تيومر ماركت انهانسنج في الارتيريال فيز يبقى هو هايبر فاسكولار تيومر. يطلع ايه؟ يطلع زي ما يطلع بعدين، نبقى نتكلم في حته يطلع بعد ايه، يطلع ايه بعد كده. تمام اوكي.
Hypervascular tumors will enhance optimally at 35 seconds after contrast injection late arterial phase. طب تعالوا لي تاني. اوكي ركزوا معايا، احنا بنحقن الكونتراست هنا، والكونتراست اللي بنحقنها غالبا بتكون 70 مللي 80 90 لغايه 100 مللي، خلاص للناس الكبار. طيب على يعني غالبا 1 مللي لكل 1 كيلو. الكونتراست بتتحقن يا جماعه بريت معين من 3 الى 5 مللي في الثانيه باوتوماتيك انجكتور، يعني الريت اوف يعني خلاص قلنا الايه الفوليوم كام. الريت اوف انجكشن بيبقى من حوالي 3 الى 5 مللي في الثانيه، تمام؟ فالكونتراست دخلت فين؟ على الانتي كيوبيتال فين. خلينا بس عشان الناحيه ديت الكونتراست دخلت عن طريق الانتي كيوبيتال فين وراحت لمين؟ راحت للسوبيريور فينا كافا، من السوبيريور فينا كافا اللي هو رايت سايد اوف ذا هارت، نزلت للرايت فنتريكل عن طريق البالمونري ارتري، قامت رايحه لللانج، في اللانج قامت راجعه ثاني للليفت سايد اوف ذا هارت في الليفت اتريم عن طريق البالمونري فينز، وبعدين راحت ليفت فنتريكل، وبعدين من الليفت فنتريكل قامت الكونتراست اللي جوه البلد راحت للاورتا، والاورتا قام منزلها في السيستميك سيركيوليشن. نزلت في السيستميك سيركيوليشن، نزلت اول ما راحت على مين؟ على السيليك ترانك اللي هو ميد الهيباتيك ارتري والسبينيك ارتري. راحت على الهيباتيك ارتري وهي داخله على الليفر، هنا بقى عدى كام؟ 20 ثانيه. يبقى الكونتراست لغايه لما توصل على باب الليفر على الهيباتيك ارتري بتاخد كام؟ 20 ثانيه. دي مهمه جدا. يبقى انت لو صورت بعد 20 ثانيه هتلاقي نفسك صورت لسه الكونتراست هي لسه على الباب على الهيباتيك ارتري، ما دخلتش لسه جوه الليفر. يبقى عشان ان هي تخش جوه الليفر وتروح للهايبر فاسكولار تيومر ده، عبال ما بتخش بقى في الليفر وتروح للارتيريال برانشز الصغيره جوه الليفر وتروح للهايبر فاسكولار تيومر وتعمل له انهانسمنت ويبدا الهايبر فاسكولار تيومر ياخد فيه ياخد شويه كونتراست عشان يظهر بالبياض ده، بياخد كمان حوالي 15 ثانيه. يبقى اذا الايمجنج الاوبتيمم ايمجنج اوف ذا هايبر فاسكولار تيومر بيكون بعد 35 ثانيه من بدايه الحقن. 35 ثانيه من بدايه الحقن يكون لو في هايبر فاسكولار تيومر في الليفر هتلاقي بقى ماركت انهانسنج وماركت هايبر دنس وتقدر تشوفه كويس قوي. اما اذا صورت بعد 20 ثانيه مش هيبان قوي. ليه؟ لسه ما خدش كميه من الكونتراست تسمح له ان هو يكون فيري ويل اوباسيفايد على الكونتراست على الارتيريال فيز. يبقى الارتيريال فيز امتى؟ بعد 35 ثانيه من بدايه الحقن. امال بعد 20 ثانيه مش ارتيريال فيز، بيبقى ايرلي ارتيريال فيز، بتكون لسه الكونتراست موجوده في الارتريز اللي موجوده لسه على الهايلم اوف ذا ليفر وما دخلتش لسه جوه الليفر بارينكما عشان تعمل انهانسمنت لمين؟ للهايبر فاسكولار تيومر. وده اكزامبل حلو قوي ده. شوفوا يا جماعه الصوره دي جميله قوي، ده بعد 18 دي ارتيريال فيز ودي ارتيريال فيز. واخدين بالكم هنا ايه؟ الاورتا هايبر انهانسنج الاورتا، ده في الارتيريال فيز، ده ارتيريال فيز واضح جدا ليه. بصوا عينكم على الاورتا على طول، ماركت انهانسنج اورتا يبقى ارتيريال فيز. البيشنت ده يا جماعه هو نفسه، امال ايه الفرق؟ هنا فينت انهانسنج ليجن بس مش قادر تمسك حدوده. الليفر طبعا اسود لسه، ليه؟ لان الكونتراست لسه وصله بس عن طريق من الهيباتيك ارتر زي ما شرحنا. لكن لما استنينا ال 35 ثانيه لقينا لارج تيومر واخد موست اوف ذا رايت لوب اوف ذا ليفر، ماركت انهانسنج هيتروجينس انهانسمنت اوف ا تيومر واخد موست اوف ذا رايت لوب اوف ذا ليفر، واضح كويس جدا هنا. ليه؟ لان احنا في الايه؟ بعد 35 ثانيه من بدايه الحقن. لو صورنا نفس التيومر ده بعد 18 ثانيه وي كان فيري ايزلي ميس، يعني ممكن نفقده تماما، صحيح ولا لا؟ فده اهميه التايمنج اوف ذا سكاننج. لو عملت ايرلي سكاننج بعد 18 20 ثانيه لو عندك هايبر فاسكولار تيومر ممكن في منتهى البساطه يروح منك. يبقى لازم نستنى ال 35 ثانيه لما الكونتراست تخش في الهيباتيك ارتري برانشز ويبدا الهايبر فاسكولار تيومر ياخد الكونتراست عشان يبدا يظهر قدامكم بالصوره اللي انتم شفتوها حضراتكم دي. طيب نفس اللي قلناه قبل كده، في البورتو فينوس فيز احنا قلنا الارتيريال فيز يبقى بعد كام؟ بعد 35 ثانيه. بيسموها ليت ارتيريال فيز، وده كلام منطقي لان هي الارتيريال فيز اول ما بيخش الليفر بتكون على 20 ثانيه. انت بتستنى لما الهايبر فاسكولار تيومر ياخد الكونتراست، بياخدها بعد 35 ثانيه في نهايه الارتيريال فيز. يبقى ال 35 ثانيه دول بيسموهم ليت ارتيريال فيز، لكن احنا بنقول عليها دايما ايه؟ ارتيريال فيز. البورتو فينوس فيز بقى اللي هو ايه؟ اللي هم اهو فاكرينه دولك؟ دول بيخشوا على الليفر ده يبيضوه كله على بعضه امتى؟ بعد 75 ثانيه. يبقى عشان نشوف الليفر ابيض كله على بعضه ماركت انهانسنج او انهانسنج لكل الليفر بارينكما بتاعت الليفر بعد البورتال فين ما يخش ويملى ويبيض كل الليفر بناخد كام؟ 75 ثانيه. يبقى البورتو فينوس فيز بعد 75 ثانيه، ودي اللي بنعمل ديتكشن فيها لمين؟ للهايبو فاسكولار تيومر، بتكون ذا فورم اوف لو اتنويشن او هايبو دنس اون ا باك جراوند اوف دنس ليفر زي المنظر قدام حضراتكم. يبقى ان ذا بورتال فينوس فيز هايبوفاسكولار تيومرز
are detected when the normal liver parenchyma enhances maximally زي ما انتم شايفين، في حين الهايبوفاسكولار تيومر اللي انتم شايفينها قدامكم visible as hypodense lesion in a relatively hyperdense liver. اتفهمت كده؟ سهله يا جماعه؟ سهله والله، صحيح؟ يبقى عندنا اي، يبقى ده example لمالتيبل hypovascular lesion طلعت في seen in the form of multiple low attenuated lesions or hypodense lesion in a background of hyperdense liver in a portovenous vessel، طلعت حالة ايه؟ metastatic liver disease. Another example of multiple hypovascular metastasis scattered في كل الليفر على البورتوفينوس فيز زي ما انتم شايفين، ماركت انهانسنج ليفر بارينكما، وعندنا انيومرابل مالتيبل هايبودنس ليجنز يمثلوا هايبوفاسكولار ميتاستاتيك ليجن موجودين ثرو اوت ذا ليفر بارينكما، وعندنا في اسايتس هنا انتيرو تو ذا ليفر. طيب الديليت فيز، يبقى احنا كده قلنا مين؟ قلنا الارتيريال فيز، قلنا البلين بنشوفها ايه، وقلنا الارتيريال فيز بنشوفها ازاي، وقلنا البورتوفينوس فيز. الفيز اللي بعد كده اسمها ديليت فيز. ديليت فيز يعني ايه؟ يعني بعمل سكاننج للليفر بعد 5 دقائق من بدايه الكونتراست. يبقى ارتيريال فيز 35 ثانيه من بدايه الكونتراست، البورتوفينوس فيز 75 ثانيه من بدايه الكونتراست، الليت فيز بعد 5 دقائق من بدايه الكونتراست. بيقول ايه؟ بيقول لك انت ديليت فيز ات اباوت 5 minutes after contrast injection tumors become visible that either lose their contrast slower than the normal liver or wash out their contrast faster than the normal liver parenchyma. These lesions will become either relatively hyperdense or hypodense to the normal liver. تعالوا لي تاني هنا. مهم. هنا مهم جدا. انا بحب الدريت فيز. يعني انا بجري على الدريت فيز على طول. بصوا يا جماعة. كبيهيفير. اي تيومر. تعال. اي تيومر. يعمل ريتينشن اوف ذا كونتراست جواه، يعني ياخد الكونتراست وما يطلعهاش، بيبقى بيناين بيهيفير. يبقى التيومر اللي هو بيعمل ريتينشن للكونتراست جواه وما بيطلعهاش على طول، بتفضل جواه شويه، بيقولوا عليها ريتينشن اوف ذا كونتراست ان ذا تيومر ذا بيهيفير اوف بيناين تيومر. والعكس بقى صحيح. اي تيومر ياخد كونتراست ويطلعها بسرعه مش عايزها، يبقى ده بيهيفير اوف ايه؟ اوف مالجننت تيومر. خلاص كده؟ طيب الاكزامبل ده نعرفه امتى، او الصوره دي نعرفها امتى، او الابيرنس ده بتاع الوش اوت او الريتينشن نعرفه امتى؟ في الديليت فيز اكتر. يبقى انت حضرتك تروح على الارتيريال فيز وتشوف التيومر اللي قدامك ده، ما بياخد انهانسمنت فين؟ في الارتيريال فيز. ما فيش حد بياخد انهانسمنت في البورتوفينوس فيز، يبقى كل انهانسمنت فين؟ في الارتيريال فيز. بتروح على الارتيريال فيز وبتلاقي قدامك تيومر هايبر فاسكولار تيومر اللي هو في الارتيريال فيز اللي هو بتاعنا ده. احنا مش عارفين هو بنان ولا مالجننت، صحيح ولا لا؟ مش احنا قلنا ان انا قلت لكم من شويه ان الهيباتوسيلر كارسينوما هايبر فاسكولار وهي مالجننت، ان الادينوما هايبر فاسكولار وهي بناين، الفوكانودا هايبر فاسكولار وهي بناين، الهيمانجيوما الهيمانجيوما ايه مش الهيمانجيوما هايبر فاسكولار وهي بناين، الهايبر فاسكولار ميتاستاز مالجننت. تمام كده؟ اوكي. يبقى اذا هايبر فاسكولار تيومر زي ما قلنا يا مالجننت يا بناين، نعرف نفرق بينهم ازاي؟ بالبيهيفير بتاعهم في الديليت فيز. لو لقيت التيومر ده اللي هو الابيض ده في الديليت فيز بقى اسود وبقيت الليفر ابيض، يبقى حصل واش اوت اوف ذا كونتراست، الكونتراست طلعت منه اسرع من الكونتراست اللي تطلع من الليفر سيلز، يبقى ده مالجننت تيومر. لو لقيت في الديليت فيز التيومر لسه عامل ريتينشن للكونتراست جواه والليفر بقى يبقى اسود عشان بدات تطلع منه الكونتراست لكن مش عايزه تطلع من التيومر، يبقى ده بناين بيهيفنج او بناين، يبقى ده بناين تيومر. بيسموه مذر لو تيومر، اللي هو الكونتراست تخش بدري وما تمشيش، اللي هي زي حماتك كده تيجي وتقعد وما تروحش. حتى الاجانب عندهم الموضوع ده، مذر لو تيومر كامز ايرلي اند ستي ليت، هم دول المذر لو تيومرز اللي هم الحموات الفاتنات الذين ياتون مبكرا وينصرفون متاخرا، او في بعض الاحيان لا ينصرفون على الاطلاق، على قلبنا زي العسل. نرجع للمحاضره بتاعتنا تاني. خلاص وصلت الفكره؟ يبقى قلنا in the delayed phase at about 5، احنا قلنا دي خلاص اوكي. يبقى this phase begins at about 3 to 4 minutes after contrast injection and the imaging is best done at 5 ل 10 minutes. المهم يعني at least after 5 minutes from the start of intravenous contrast administration. This phase can be valuable if you are looking for fast tumor washout for hypervascular tumor اللي قلنا عليها اللي هي المالجنت hypervascular tumor او retention of contrast in the blood pool like in hemangioma benign tumor، هنتكلم عليها بتفاصيل بعدين. واسمعوا بقى اللي جايه دي مهمه قوي، ريتينشن اوف كونتراست ان فايبرس تيشو ان ذا كبسول. تعالوا لي برضو هنا. يبقى اذا افادتنا الديليت فيز في الوش اوت في المالجنت تيومر وفي الريتينشن اوف كونتراست في البراين تيومر. في فايده ثانيه للايه؟ للديليت فيز.
اي فايبر استيشو يا جماعه في اي تيومر، او مش لازم تيومر يعني، اي فايبر استيشو بيحصل له انهانسمنت متاخر شويه. فاي فايبر استيشو في تيومر او مش في تيومر بياخد الانهانسمنت بتاعه بعد 3 الى 5 دقائق على الاقل. يبقى انت لو عايز تعمل ديتكشن لاي فايبر استيشو سواء في تيومر او مش في تيومر، تستنى على الاقل 3 ل 5 دقائق هتلاقيه بقى انهانسد وما كانش انهانسد قبل كده لا في الارتيريال ولا البورتو فينس فيز. هيفيدنا في ايه؟ احنا كل هدفنا ايه يا جماعه؟ هدفنا ان احنا نعمل ليميتيشن للديفيشال دايجنوز. وبيكون في بعض التيومرز فيهم فايبر استيشو مش موجودين في اذر تيومرز. الفايبر استيشو ده لو انا عملت له ديتكشن هعمل سبيسيفيكيشن للتيومر ده على طول، صحيح؟ فانت عندك تو تيومرز فقط في الليفر لهم كبسول، ودايما الكبسول ما الكبسول فايبر استيشو. فالكبسول لو انت لقيت تيومر وحصل انهانسمنت للكبسول بتاعته في الديليت فيز، يبقى انت بتتكلم على فايبرس كبسول. تو تيومرز بس اللي عندهم فايبرس كبسول هم مين؟ الهيباتوسيلو كارسينوما والهيباتيك ادينوما. شفتوا اتسهلت ازاي؟ يبقى انت لو لقيت انهانسمنت اوف ا كبسول في الديليت فيز اوف ا تيومر، يبقى انت بتتكلم على يا اما هيباتوسيلو كارسينوما يا اما هيباتيك ادينوما. طيب في بعض التيومرز اللي في الليفر بيبقى لها حاجه اسمها سنترال سكار، هنتكلم على السكار دي باسهاب لما نوصل للايه لحلقه الديزيز اوف ذا ليفر. الهيباتوسيلو كارسينوما لا سنترال سكار، بتختلف عن السنترال سكار بتختلف عن السنترال سكار بتاعت الجاينت هيمانجيوما اوف ذا ليفر، بتختلف عن السنترال سكار بتاعت الفوكال نودل هايبربليزيا. فكل واحد في دول لو سنترال سكار، بتختلف عن السنترال سكار بتاعت الفايبرولاميلر هيباتوسيلو كارسينوما. كل واحد في دول هي سكار ولكن مختلفين مع بعض. السكار بتاعت الفوكال نودل هايبربليزيا معموله من فايبر استيشو، هنتكلم بالتفصيل، هي من اي في ام مع فايبر استيشو. عشان كده في الديليت فيز لو انت لقيت تيومر وحصل انهانسمنت اوف ذا سنترال سكار بتاعته فهي فوكال نودولار هايبربليزيا انتل بروفن اذروايز. شفت سهله ازاي؟ عرفت بقى الديليت فيز ممكن تفيدنا ايه؟ هتفيدنا في الفوش اوت في المالجنت تيومر، هتفيدنا في ريتنشن اوف ذا كونتراست في البناين تيومر، هتفيدنا في الانهانسمنت اوف ذا كبسول في الادينوما والهيباتوسيلو كارسينوما، هتفيدنا في الانهانسمنت اوف ذا سنترال سكار في حالات الفوكال نودولار هايبربليزيا. يبقى اذا ريتنشن اوف كونتراست في فايبر تيشو ان كبسول هيباتوسيلو كارسينوما او ادينوما او سكار تيشو زي الكولانجيو كارسينوما او الفوكال نودولار هايبربليزيا. طيب الكولانجيو كارسينوما فيها فايبر تيشو مهمه قوي بس من سنتر سكار، ده فايبرس كومبوننت. نقولها بالمره، الكولانجيو كارسينوما من الحاجات اللي بتشخصها الديليت فيز ان الكولانجيو كارسينوما بيكون فيها فايبر تيشو بيعمل ريتراكشن اوف ذا ادجيسنت ليفر كبسول، بتلاقي الليفر كده ريتراكتد لجوه. فما بياخد انهانسمنت في الديليت فيز ففور شور ات از كولانجيو كارسينوما انتل بروفن اذروايز، اونلي وان ديفرنشال حاليا بنقوله في وقتها. خلاص؟ وادي اكزامبل ليه اللي هو الوش اوت اوف ذا كونتراست في الديليت فيز، ده دي ارتيريال فيز، صحيح؟ ادي الاورطه انهانسنج، الليفر كله اسود ما عدا هايبر فاسكولار ليجن موجود في الرايت لوب اوف ذا ليفر زي ما انتم شايفين. في الديليت فيز حصل حاجتين، وش اوت يعني بقى هايبو دنس ان كومباريزن تو ذا هايبر دنس ابييرنس في الارتيريال فيز، وفي نفس الوقت شوفوا الكبسوله يا جماعه في ريتينشن اوف كونتراست موجوده فين؟ موجوده في الكبسول. يبقى عندك تو بيهيفير هنا قالوا لك ان ده هيباتوسيلو كارسينوما، هايبر فاسكولار ووش اوت وانهانسمنت اوف ذا كبسول ان ذا ديليت فيز. حلوه الصوره دي. ده مين؟ ارتيريال فيز، شايفينها؟ ادي الاورت انهانسنج، وده تيومر في الليفر واخد بريفرال نودولار ديسكونتينوس انهانسمنت. في البورتو فينس فيز بدا الانهانسمنت يزيد اكتر، في الديليت فيز بدا الكونتراست يملا كل التيومر وحصل ريتنشن، في حين الليفر بارينكما بدات تسود لكن ستيل الكونتراست موجوده جوه مين؟ جوه التيومر اللي هو هيمانجيوما اللي بيسموها بلاد بول، هنتكلم عليها بالتفصيل في حلقه الهيمانجيوما ان شاء الله. طيب ريتنشن اوف كونتراست ان فايبر ستيشو يا اما هيباتوسيلو كارسينوما يا اما ادينوما او يكون في كولانجيو كارسينوما او فوكال نودل هايبربليزيا، دي خلاص احنا شرحناها، ادي الانهانسنج كبسول في حاله هيباتوسيلو كارسينوما، وادي بصوا يا جماعه الصوره دي جميل قوي، دي نان كونتراست لان الاورطه اسود، ده ارتيريال فيز عشان الاورطه هايبر دنس، ده بورتو فينس فيز وده ديليت فيز. شوفوا يا جماعه عندنا تيومر على النان كونتراست ستادي واضح جدا ان هو هايبو دنس ان كومبارزن تو ذا ليفر بارينكما، واهم حاجه عمل ايه؟ عمل ريتراكشن للكبسول. شوف الكبسول المفروض ده تيومر يعمل بلجنج للكبسول، لا ده عمل ريتراكشن. انا من هنا بشخص الحاله دي ان هي كولانجيو كارسينوما، ليه؟ عشان فقط الريتراكشن اوف ذا كبسول. طب نكمل الفحص.
في الارتير فيز يعني جاست سطل انهانسمنت، لكن معظم الانهانسمنت او مش معظم الانهانسمنت، بعض الانهانسمنت بدا يخش في البورتو فينس فيز. كل الانهانسمنت جه فين؟ جه في الديليت فيز، يدل على ان التيومر فيه فايبرس تيشو وهو اللي خد الانهانسمنت في الديليت فيز، وده اصبح دايجنوزس فور شور للكولانجيوكارسينوما عشان حاجتين: انهانسمنت ان ذا ديليت فيز عشان الفايبرس كومبوننت اللي جواه، والريتراكشن اوف ذا ادجيسنت ليفر كبسول. تمام. انذر اكزامبل، ادي لارج تيومر وفي سنترال سكار في النان كونتراست ستادي. في البورتو فينس فيز السنترال سكار هايبودنس، لكن في الديليت فيز السنترال سكار خدت انهانسمنت عشان يدل ان هي فايبرس سكار، فايبرس تيشو سكار، وده لوحده دايجنوزس اوف فوكال نودولار هايبربليزيا، لغايه لما نوصل للموضوع ده في شرح الفوكال نودولار هايبربليزيا. ناخد اكزامبل الهيباتوسيلر كارسينوما في ديفرنت فيزز، ده اللي هو البلين سي تي وداوت انترافينس كونتراست، الاورطة اسود. عندنا في سيروتيك تشينجز في ماركت الريجولار نيدولاريتي اوف ذا سيرفيس اوف ذا ليفر، زي ما حضراتكم شايفين مش باين اي ليجن طبعا في النون انهانسد ستادي. في الارتيريال فيز عندنا ايه؟ عندنا ادي الاورطة ان ماركت انهانسنج ارتيريال فيز، ادي تيومر اتاخد هنا، في تيومر هنا هايبر فاسكولار لانه خد الكونتراست في الارتيريال فيز، في حين لسه الليفر بارينكما ستيل هايبودنس لان ما جالهاش كونتراست زياده عشان يعملها اوبسيفيكيشن زي ما اتكلمنا في الارتيريال فيز، يبقى ده هايبر فاسكولار تيومر في الارتيريال فيز. في البورتو فينس فيز يعني يا دوب متشاف انه هو شويه هايبودنس، هنقول والله حصل وش اوت شويه بالمقارنه بينه مثلا، شوف الانهانسمنت اوف ذا بورتال فين، لكن ما اقدرش احلف عليه قوي الا فين؟ الا في الديليت فيز. شوف الديليت فيز، شوف الديليت فيز يا جماعه، بقى ماركت هايبودنس ان كومباريزون تو ذا ليفر بارينكما، يدل على ان هو حمل ووش اوت اوف ذا كونتراست فاستر ذان ذا ووش اوت اوف ذا كونتراست من الليفر من النورمال ليفر بارينكما، وده يدل على ان هو مالجننت بيهافير تيومر. يبعت دايجنوز على طول هيباتوسيلر كارسينوما عشان السيروتيك تشينجز والهايبر فاسكولار نيتشر اوف ذا تيومر اند ذا ووش اوت ان ذا ديليت فيز. تمام كده. نخش بقى على مين؟ الام ار اي. الام ار اي الادفانتج بتاعته ما فيش ايونايزنج راديشن اكيد. الايمجز مي بي اكوايرد ان مالتيبل فيزز اكزيال وساجدال وكورونال اوبليك وذاوت ريبوزيشننج اوف ذا بيشنت، ديمونستريت سوبيريور سوفت تيشو كونتراست ذان ذا سي تي سكان، سام انجيوجرافيك ايمجز كان بي اوبتيند وذاوت ذا يوز اوف كونتراست ماتيريال انلايك سي تي اللي احنا لازم ندي كونتراست. ايه الديس ادفانتج للام ار اي؟ مور اكسبنسيف ذان سي تي اكيد، وبياخد وقت طويل جدا وبيزهق البيشنت، والايمجز ممكن يحصل فيها ارتفاكت كتير، نوت سيف اكيد للبيشنتس اللي عندهم يعني هيستوري اوف ميتال امبلانتس او فورم بادز. نخش على التكنيك اوف ذا ام ار اي اور بروتوكول اوف ام ار اي. ام ار اي بروتوكول، اول حاجه بنعمل حاجه اسمها سنجل شوت فاست سبين ايكو، هشرحها لكم بالتفصيل واحده بواحده. يبقى اول ايمج بنعمله او اول سيكونس بنعمله في الام ار اي هو سنجل شوت فاست سبين ايكو. تاني حاجه بنعمل تي 2 ويتد ايمج ويز فات سات اند وذاوت فات سات. تالت حاجه بنعملها تي 1 ويتد ايمج سكان، وبعد كده بنعمل ان فيز اند اوبوزد فيز او بيسموها اوت اوف فيز، هنتكلم برضو بالتفصيل. وبعد كده يا نعمل يا ما نعملش ديفيوجن، وهقول لكم امتى تعملوا ديفيوجن وامتى ما تعملوهاش، ونختتم الام ار اي تكنيك او بروتوكول بالكونتراست ستادي اللي هي الارتيريال والبورتو فينس والديليد، اللي هي زيها بالضبط زي السي تي سكان ويز انترفيرنس كونتراست بنفس الفيزز بتاعته ونفس التايمنج بتاعته. نبدا بسنجل شوت فاست سبين ايكو. سنجل شوت فاست سبين ايكو احنا بناخد ايمج كورونال للابدومين كلها من فوق لتحت، من اول الدايفراج من لغايه البلبس، حاجه كده ناخد فيها الليفر ونشوف ريليشن اوف ذا ليفر للادجاسنت اورجانز، للباول للكيدنيز للبروتونيوم للساب دايفراجماتيك اريا. فدي صوره عامه بتاخدوها للابدومين كلها من فوق لتحت من الدايفراج لغايه البلبس، بنشوف ريليشن اوف ذا ليفر للادجيسنت ابدومينال اورجانز، وهل في انفلتريشن اذا كان في تيومر للادجيسنت اورجانز ولا لا. فدي بس صوره عامه بناخدها عن الابدومين قبل ما نبدا نشوف الديتيلز اوف ذا ليفر ديزيز. بعد كده بنعمل تي 2 ويتد ايمج. التي 2 عشان تعرفوا يا جماعه، تي 2 وتي 1 الليفر اهم حاجه تعرفوا الانتنسيتي بتاعته، الانتنسيتي بتاعته. احنا في السي تي بنقول دينستي، احنا في الام ار اي نقول انتنسيتي. يبقى الانتنسيتي بتاعت الليفر مهمه جدا ان انتوا تعرفوها على مين؟ على التي 1 والتي 2. خدها كده ابيض اسود، ابيض في التي 1 اسود في التي 2، العكس يعني. دايما التي 2 بيطلع الحاجات بيضه، بيطلع الفلويد ابيض في اي حته، بيطلع ابيض التيومر، بتطلع ابيض الليفر، بيطلع اسود.
يبقى الليفر 52 اسود والليفر 52 ابيض، ابيض بالنسبه لمين واسود بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسبلين والادجسنت مسلز. سهله كده؟ يبقى انت اي تي 2 ده مهم، ده في منتهى الاهميه. ليه بقى؟ لان انت الدايجنوزس بتاعه الديفيوز ميتابوليك هيباتيك ديزيزز مش هتعرف تشخصها الا اذا عرفت المعلومه دي. لان فوكال هيباتيك ديزيزز سهله، فوكال هيباتيك ديزيز ادي ليفر وادي فوكال، لكن لما يكون ديفيوز واخد الليفر كله على بعضه مش عرفك، لازم تبقى عارف الانتنسيتي بتاعه الليفر على على السيكونس اللي انت شغال عليه. ففي التي 1 ابيض، في التي 2 اسود اللي هو مين الليفر، يبقى التي 2 اسود اللي هو الليفر اسود بالمقارنه للسبلين زي ما انتم شايفين، ادي الليفر اهوت اسود بالمقارنه للسبلين وللمصل، صحيح؟ وبالنسبه للتي 1 ابيض بالمقارنه للسبلين وبالنسبه للمصل. سهله كده؟ سهله خالص. يبقى التي 1 الليفر بيكون ايه؟ بيكون ابيض بالمقارنه للسبلين والمسلز. في التي 2 الليفر بيكون اسود بالمقارنه للسبلين وبالنسبه للمسل. هنعرف ده اما اديكم الديزيزز اللي هي الديفيوز ليفر ديزيزز، هتعرفوها بعد شويه او مش بعد شويه، يمكن في المحاضره الجايه او يمكن هنا برضه ندي فكره عنها. وصلنا للان فيز والاوت اوف فيز، او ساعات بيسموها اوبوزد فيز. اول حاجه بيتشافوا مع بعض، يعني التي 1 ده بشوفه لوحده، التي 2 ده بشوفه لوحده، الكونتراست بشوفه لوحده، الا الان فيز والاوت اوف فيز لازم يتحطوا الاثنين جنب بعض كده زي ما انا حاطط لك الاثنين دلوقتي. يبقى اذا دول بينزلوا مع بعض ستوكه واحده، ما ينفعش تشوف ده لوحده وتشوف ده لوحده. ازاي تفرق؟ انا مش هتكلم على فيزيكس، انا بتكلم على ابييرنس. انا عايز اعرفك ايه؟ عايز اعرفك اول حاجه البروتوكول اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، واعرفك ازاي تقول ان ده ان فيز وده اوت اوف فيز، وازاي ديفيوجن وده اي دي سي، او ازاي ده كونتراست ونون كونتراست. عايز اعرفك اول ما تشوف الايمج تقول ده كذا، وانك بتعمل الايمج او السيكونس ده ليه، بتدور على ايه، الليجن بيبان فيه ايه. خلاص وصلت الفكره؟ وده اللي انا عايزه يعني. فناخد البتاع ده، ده ان فيز وده اوت اوف فيز. ازاي تعرف الاوت اوف فيز؟ بيسموها انديا انك ارتيفاكت، اللي هو الكحل بتاع العين، الكحل كده ايه، وقمت محدد حدود الاورجنز. شوف الليفر هنا، انا قمت راسم بقلم كحل كده اي لاينر، اي لاينر بتاع بلاده على مين؟ على الليفر وعلى الكدني وعلى الباول وعلى المصل. وسط الفكره؟ يبقى لما تلاقي حدود الباوندرز بتاعه الاورجنز اللي قدامك مرسومه بقلم اسود، محدده بقلم اسود، يبقى انت بتتكلم على اوت اوف فيز ايمج. اللي جنبه يبقى الانفيز على طول. خلاص، ايه بقى اللي بدور عليه؟ ايه الانفيز والاوت اوف فيز بعمله ليه؟ ما احنا قلنا الغرض ان احنا بنحاول نساعد الكلينيشن على قد ما نقدر، بنعمل ليميتيشن للديفيرشال دايجنوز على قد ما نقدر، فبنعمل اكسكلوجن لبعض التيومرز على قد ما نقدر، ولازم نكون فاهمين البيهيفير بتاعت كل التيومرز كلها والكاركترستيك بتاعت كل تيومر على حده، عشان في بعض التيومر فيهم حاجات مش موجوده في حاجات تانية. الحاجات دي بتظهرها بعد السيكونسز وما بتظهرهاش سيكونس تاني. كمثال الانفيز والاوت اوفيز معمول فقط عشان الفات كومبوننت اوف ا تيومر او اوف ا ليفر، يبقى معمول عشان الفات. لو عندك فيه فات في ريجن او فات في ليفر، في الاوت اوف فيز بيسود، في الاوت اوف فيز بيسود، بيقولوا عليه ايه؟ دروب اوف سيجنال. يبقى انت لما بتشوف على الان فيز هتلاقيه فينت هايبو انتنس مثلا، او فين او ايزو انتنس ما انت شايفه قوي، لكن على الاوت اوف فيز لقيته اسود، يبقى حصل دروب اوف سيجنال. ما بيعملش دروب اوف سيجنال في اي ليجن في الليفر الا الفات كونتيننج ليجن. سهله كده؟ طب ناخد المثال. طيب انا عندي هنا ليجن انتيرور للبورتال فين، ادي البورتال فين وادي الليجن اهو، هنا مش باين، فينت قوي، لكن شوفوا هنا على الاوت اوف فيز حصل دروب اوف سيجنال اسود، يبقى معنى كده ان هذا الليجن كونتيننج فات. يطلع ايه؟ يطلع زي ما يطلع بقى، بس نقول معلوميه ان الاونلي تو تيومرز اللي في الليفر اللي فيهم فات هما برضو الهيباتوسيرال كارسينوما والادينوما. شوف انه نعمل ليميتيشن ازاي، دايما الهيباتوسيرال كارسينوما والادينوما فيهم من بعض، مع ان دي بنان ودي مالجنت. فلو لقيت فات جوه تيومر في الليفر فهو يا اما هيباتوسيرال كارسينوما يا اما هو هيباتيك ادينوما. طيب ناخد مثال تاني، ادي الانفيز وادي الاوت اوف فيز، عرفنا ازاي؟ بصوا للتحديد، شوف القلم الكحل اللي مكحل ومحدد حدود المصل اللي هو مش موجود هنا. يبقى اذا دي اوت اوف فيز ودي انفيز. عندنا ايه؟ عندنا حته فينت مش باينه قوي، يعني فينت اريا كده اوف هايبو انتنستي، لكن على الاوت اوف فيز حصل دروب. شوف بقت سودا بالمقارنه لبقيه الليفر ازاي؟ دي واحده من الكومن لوكيشن اوف ذا فوكال فاتي انفلتريشن اوف ذا ليفر، يبقى ده فاتي انفلتريشن اوف ذا ليفر وليس ترو تيومر. طب ناخد مثال تاني، هنا مين؟ من انفيز ومن اوت اوف فيز. الاوت اوف فيز نبص، شوف القلم الحبر الاسود اللي محدد حدود الاورجنز، يبقى دي اوت اوف فيز. ايه اللي عندنا؟ الاوت نسيت اقول لكم حاجه مهمه، ان الانفيز والاوت اوف فيز هم عباره عن تي 1،
الانفيز والاوت فيز هما اساسا تي 1، عشان هما تي 1 فبيكون الانفيز زيه زي التي 1 في علاقه في الانتنس بتاعت الليفر للايه للسبلين، فبيكون الليفر للسبلين ابيض. صحيح، نطبق الكلام ده، ادي الليفر للسبلين اهوت ابيض، شوف الليفر ابيض بالنسبه للسبلين ازاي. طب ايه اللي حصل هنا على الـ على الـ على الـ على الاوت اوف فيز؟ مفيش ليجن حصل له دروب اوف سيجنال، لا ده كل الليفر، شوفوا قارنوا بين الليفر هنا والليفر هنا، يبقى انا حصل عندي ايه؟ حصل دروب اوف سيجنال في كل الليفر بارينكيما في الاوت اوف فيز، يبقى معنى كده ايه؟ ان الليفر مليان فات، يبقى ده عباره عن ايه؟ ديفيوز فاتي انفلتريشن اوف ذا ليفر، سهله خالص اهي، حلوه ديت؟ حلوه جدا. طب مين ده؟ ده ارتيريال فيز، لان الاورطه ماركت انهانسنج. عندنا فينت هايبر فاسكولار تيومر في الارتيريال فيز، فينت مش فينت، هايبر فاسكولار تيومر بيطلع في الارتيريال فيز سواء خد كتير او خد شويه، يبقى ده اسمه هايبر فاسكولار تيومر. في الديليت فيز هذا الهايبر فاسكولار تيومر، في الديليت فيز حصل له ايه؟ حصل له ووش اوت اوف ذا كونتراست وفي انهانسمنت اوف ذا كبسول. هيطلع ايه يا معلمي؟ يطلع ايه؟ ووش اوت اوف ذا كونتراست مالجننت، انهانسمنت اوف ذا كبسول، يبقى عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن هيباتوسيلول كارسينوما. صحيح، نيجي لمين؟ نيجي لمين دي؟ الان فيز والاوت اوف فيز عرفناها ازاي؟ خلاص عرفنا بقى، شوف الليفر مرسوم بقلم حبر اسود اللي هو الاوت اوف فيز، الان فيز ادي التيومر موجود اهو تايب اوف انتنس. الاوت اوف فيز فيها ايه يا جماعه؟ بصوا على البريفري كده بتاع التيومر، هتلاقي في دروب اوف سيجنال، تو ارياز اوف دروب اوف سيجنال موجوده على البريفري اوف ذا تيومر، معنى كده ان هو في فات، يبقى انت عندك كل الفيتشرز بتاعه الهيباتوسيلولار كارسينوما في الحاله دي. هايبر فاسكولار تيومر انهانسنج ان ذا ارتيريال فيز، wash out the contrast in the delayed phase, enhancement of the fibrous capsule in the delayed phase, containing fat, small fat areas detected by the in-phase and out-of-phase sequences. صحيح كده؟ يبقى ده عبارة عن hepatocellular carcinoma. Another example لin-phase and out-of-phase. ادي الin-phase وادي الout-of-phase. Out-of-phase أو opposed phase زي ما خلاص، ادي محددة حدود الأورجانز كلها بقلم حبر أسود. عندنا في إيه؟ عندنا في إيه يا جماعة؟ مفيش حاجة. الليفر شبه الليفر، ما حصلش دروب، انت بتستعبط عليا. عندنا يا جماعه؟ وانا بنصب عليكم ليه؟ ما فيش حاجه، نورمال صح؟ نورمال. ها هو واحد لقط حاجه، مين اللي لقطها؟ مين اللي لقطها؟ اللي لقطها يقول يا جماعه مين ده؟ يبقى ده عندنا في ليجن هنا حصل له دروب اوف سيجنال في الاوبوزد فيز، احنا بره الليفر دلوقتي، لكن ده عباره عن ايه؟ عباره عن ليبيد ريتش ادينوما موجوده في الادرينال جلاند على الليفت سايد، يبقى الليفت ادرينال جلاند فيها ادينوما، بحيث ان حصل لها دروب اوف سيجنال في الاوبوزد فيز. الليفر ما فيهوش اي حاجه زي الفل، لكن الباثولوجي موجود في الادرينال جلاند. انذر اكزامبل، ادي سي تي وعندنا تو نون انهانسنج ليجنز موجودين هنا جنب هنا في ريسكشن اوف ذا ليفت لوب اوف ذا ليفر، لكن عندي تو لو اتنويتد او تو هايبو فاسكولار ليجن موجودين هنا على البريفري اوف ذا ليفر. طب الراجل ده عنده ميتاستاسيس، يعني نون هيستوري اوف ميتاستاسيس وريزكشن، يعني هايلي سسبيشس ان يكون انذر ميتاستاتيك ليجنز في الليفر. طيب عملنا ايه؟ عملنا ان فيز وعملنا اوت اوف فيز. الان فيز مش باينه قوي، لكن على اوت اوف فيز حصل ايه؟ حصل دروب اوف سيجنال. الله، ده طلعوا ايه؟ فيهم فات. ما دام فيهم فات يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن فوكال فاتي انفلتريشن. خلاص، يبقى احنا ايه؟ هذا ليس ترو ميتاستاتيك ليجن، ولكن عباره عن تو ارياز اوف فوكال فاتي انفلتريشن موجودين في الليفر. تمام، انذر اكزامبل، ادي الان فيز واوت اوف فيز. خلاص بقينا اساتذه دلوقتي، ايه اللي حصل؟ كل الليفر على بعضه حصل دروب اوف سيجنال. شوف ده تي 1، شوف الليفر هايبر دنس بالمقارنه للسبلين، كل الليفر بقى دروب اوف سيجنال، فدي حاله ايه؟ فات ديفيوز فاتي ليفر انفلتريشن، وده برضو ديفيوز فاتي ليفر انفلتريشن. شوف الان فيز والاوت اوف فيز، كل الليفر بارينكما سيجنال حصل دروب للسيجنال بتاعتها كلها في الاوت اوف فيز. تمام كده؟ اوكي، نوصل لمين؟ نوصل للديفيوجن ويتد ايمج. الديفيوجن يا جماعه ليس من النورمال بروتوكول، ليس من النورمال بروتوكول اوف ذا ليفر. احنا بنعمله في حاله واحده فقط، وركزوا دي، بنعمله اذا كان البيشنت عنده الرجي للكونتراست في الام ار اي، ما نقدرش نديله كونتراست. ومعروف ان احسن حاجه بتطلع الليجن هو الكونتراست، الانهانسمنت، البيهيفير اوف ذا تيومر بعد الكونتراست، ده مش هقدر اديله كونتراست، فبيعملوا ديفيوجن. الديفيوجن عنده الخاصيه ان هو يعمل ديتكشن اوف ذا ليجن without contrast، لان الديفيوجن من غير كونتراست. هشوفها ازاي؟ ان احنا بنعمل الديفيوجن بديفرنت بي فاليو، بيبقى فيه بي صفر وهاي بي فاليو. بعض الليجنز اللي في الليفر على الهاي بي فاليو بتبقى هايبر انتنس، بيسموها ريستريكتد. اعرفوا المسميات. يبقى احنا بنتكلم على الاوت اوف فيز والان فيز، بنقول دروب سيجنال.
اما تيجي على الديفيوجن وتلاقي الليجن هايبر انتنس، ما بتقول هايبر انتنس ولكن يستحسن على ايه؟ ريستريكتد تيومرز او ريستريكتد ليجن. يبقى انا الديفيوجن ممكن يحل لي مشاكل كتيره جدا في البيشنتس اللي مش قادره تديهم كونتراست. وهوريكم بقى ايه اكزامبل دلوقتي عشان تعرفوا. بيكون هايبر انتنس ليجن او ريستريكتد ليجن على باك جراوند اوف هايبو انتنس ليفر بارينكيما. نشوف الموضوع ده كده. قال لك الديفيوجن از سبيشالي يوسفل ان ديتكشن اوف سمول ليجنز اراوند فيزل اند ان ذا بريفري اوف ذا ليفر ويتش كان بي تشالنجينج تو ديتكت اون روتين تي 2 ويتد ايمج. هنا بيقول لك في الديفيوجن مالتي فيز كونتراست انهانسد ام ار اي از كارنتلي ذا ستيت اوف ذا ارت ايمجينج ميثود فور ليفر ليجن ديتكشن. ده اللي احنا قلناه. الديفيوجن في الهاي بي فاليو اللي انا قلت لكم عليها فوق 100 لغايه 500 و600 provides a low background signal from the normal liver parenchyma and thereby it results in increased contrast between the background liver and the lesions enhancing the detection of focal liver lesions. خلينا عند حضراتكم example عشان توصل المعلومة على طول. ده patient known patient عنده colorectal carcinoma وفي على ال CT scan في البورتو فينوس فيز في faint hypovascular hypodense lesion موجود في ال segment 8 of the right lobe of the liver زي ما انتم شايفينه على CT. على MRI طلع ان الليجن موجود ولكن واضح احسن شوية من CT hypo intense lesion in a background of half hyper intense liver parenchyma في البورتو فينوس فيز. ده اللي هو الديفيوجن يا جماعة على different B value. على different B value شوفوا في الهاي بي فاليو ايه اللي موجود. ده الليجن اللي احنا شفناه وفي another lesion كمان طلع. يعني الديفيوجن ادانا another lesion couldn't be detected by the enhanced MRI even. ده بيدل ان الديفيوجن احيانا بيكون عنده high sensitivity ان هو يطلع focal hepatic lesion في الوقت اللي ممكن الكونتراست MRI ما طلعوش. عشان كده احنا بنلجأ دائما للديفيوجن اذا كان عندنا allergy للكونتراست بتاعت MRI فبنضطر نعمله عشان to detect the different lesion in the liver in the form of restricted lesion or hyper intense lesion on a background of low liver attenuation. خلينا عند حضراتكم بقى ايه مراجعة عامة كده للsequences او البروتوكول بتاع MRI of the liver مع الفيديو ده. ده اول واحد اللي هو single shot fast spin echo. ده عبارة عن coronal T2 بناخد الابدومن كلها من coronal من اول الديافراجم لغاية البلفز تحت. ده بيدينا يعني ايه فكره عامه عن relation of the liver to the adjacent organ, relation of the liver to the diaphragm, to the right kidney, to the adjacent colon. ده اللي هو بيبقى اسمه single shot fast spin echo. ده اللي هو T1 زي ما حضراتكم شايفين ال CSF بيكون hypo intense هنا والليفر زي ما انتم شايفين بيكون hyper intense in comparison to the spleen. ده النورمال T1 weighted image وده with fat set. ده اللي هو T2 without fat set زي ما انتم شايفين اي fluid containing cavity هيكون hyper intense. CSF hyper intense, gallbladder hyper intense, والليفر is hypo intense in comparison to the spleen. الليفر اسود من السبلين في النورمال T2. ده T2 with fat set زي ما انتم شايفين حصل suppression للسبكتينيس فات قدامكم وما زال الليفر hypo intense in comparison to the spleen. الليفر اسود من السبلين على T2 زي ما قلت لحضراتكم. السيكونس اللي بعد كده هو الانفيز والاوت اوف فيز. واحنا قلنا الانفيز والاوت اوف فيز هم عباره عن T1 يعني هتلاقي الفلويد اسود زي ما انتم شايفين السي اس اف اسود قدامكم اهوت. يبقى ده الانفيز. الاوت اوف فيز وادي الاوت اوف فيز. الاوت اوف فيز زي ما انتم شايفين الانديا انك ارتيفاكت اللي هو ديلاينيتنج ذا باوندريز اوف ذا اورجانز. شوف الكحل اللي مكحل اللي رسم حدود الليفر والسبلين والماسلز والباول. ده عباره عن اوت اوف فيز. وزي ما ده بقى الديفيوجن. الديفيوجن احنا بنستخدمه في ديتكشن اوف اني فوكال هيباتيك ليجن في حالات اللي هم البيشنت عندهم الرجي للكونتراست ودايما بيكون كومبايند مع الاي دي سي. الاي دي سي اللي هو ابارنت ديفيوجن كوفيشنت. اخر سيكونس بقى بنعمله هو الكونتراست. والكونتراست زي السي تي بالظبط ارتيريال فيز بورتوفينوس فيز اند دريت فيز. ده بنبدا بالارتيريال فيز. هو غالبا بيكون ليت ارتيريال فيز يعني زي ما قلنا يعني على 35 ثانيه بعد بدايه الحقن عشان كده انتوا شايفين الكونتراست وصلت البورتال فين زي ما انتوا شايفين. يبقى ده ليت ارتيريال فيز او بنقول عليه ارتيريال فيز. شوفوا الليفر مش واخد انهانسمنت كله على بعضه. بتشوفوا كويس قوي في البورتو فينوس فيز اللي هي قدام حضراتكم. ادي البورتو فينوس فيز
الليفر از هيموجينيسلي انهانسد، كل الليفر بقى ابيض زي ما انتم شايفين كده. فهنا فيري ايزي تو ديتكت اني هايبو انتنس ليجن على باك جراوند اوف برايت ليفر. الفيز الاخيره في الانترافينس كونتراست ديليت فيز، زي ما انتم شايفين الكونتراست وصلت للكدني خلاص للبلفيك كانسر سيستم موجوده كونتراست، وده ديليت فيز بنعمل فيه ديتكشن لاي فايبرس كونتيننج تيومر او كبسول او ريتينشن اوف ذا كونتراست ان برايت تيومر او wash out of the contrast in malignant tumor. كده تمام خلصنا مع بعض كل التكنيك البروتوكول بتاعت الليفر التراساوند سي تي اند ام ار اي، واتكلمنا في المحاضره اللي فاتت على الاناتومي. كده احنا جاهزين تماما ومستعدين تماما ان احنا ندخل على الديفرنت ديزيزز اوف ذا ليفر كفوكال وكهيباتيك ليفر ديزيزز في المحاضره القادمه ان شاء الله، التي ادعو الله ان تكون قريبه جدا ان شاء الله باذن الله. يلا اشوفكم على خير بقى، والى لقاء قريب باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.